السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث عن علاقة الهايبوثالاموس مع البيتيوتري جلاند في عملية التحكم في إنتاج وإفراز هرمونات الغدد بشكل عام. الهايبوثالاموس والبيتيوتري تشكل وحدة متكاملة، هاي الوحدة هي اللي تتحكم في الإندوكراين سيستم. مخرج هذه اليونت الهايبوثالاموس بيتيوتري يونت مخرجها عبارة عن ريجوليتوري هرمونز بتساعد في وظائف العديد من الغدد المختلفة زي الثايرويد، أدرينال جلاند، ريبرودكتيف جلاند، بالإضافة أنها تتحكم أيضا في النمو بشكل عام للجسم وعملية اللاكتيشن وخروج الحليب، وبالإضافة إلى عمليات الميتابوليزم المختلفة في الجسم. وظيفة البيتيوتري بتعتمد على الهايبوثالاموس، وهذا الاعتماد جعل البيتيوتري والهايبوثالاموس فيهم عملية تناغم وتواصل مع بعضهم البعض، وهذا التواصل بسبب التركيبة الخاصة بالهايبوثالاموس والبيتيوتري، وعملية التواصل ما بينهم والريليشن شيب أو العلاقة ما بينهم هي اللي ساعدت في إعطائهم هذه الوظيفة بعمل ريجوليشن للهرمون سيستم. البيتيوتري جلاند تقع في تجويف من العظام في قاعدة البرين تحت الهايبوثالاموس، ونجدها انها هناك تواصل وعمليه كونكشن بواسطه فايبرز من الاعصاب وترويه دمويه واوعيه دمويه. هذا التواصل هو اللي خلى البيتيوتري والهايبوثالاموس يتم التواصل ما بينهم عبر هذه الاعصاب وعبر الاوعيه الدمويه. البيتيوتري جلاند تتكون من تو لوب، انتيريور وبوستيريور، الفص الامامي والفص الخلفي. تحدثنا سابقا عن الفص الخلفي، هو عباره عن مخزن لهرمونات الهايبوثالاموس، ولا تستطيع البيتيوتري اطلاق هرمونات الهايبوثالاموس التي تتخزنت في البوستيريور الا باشاره من الهايبوثالاموس. تمام. بالنسبه للبوستيريور بيتيوتري جلاند يسمى نيرو هايبوفيزز، نيرو لانه في هناك تواصل عصبي ما بينه وما بين الهايبوثالاموس، فسمينا نيرو هايبوفيزز اللي هو الاسم الاخر للبيتيوتري. فهناك تواصل ما بين البوستيريور بيتيوتري جلاند والهايبوثالاموس عن طريق اللي هو انسجه عصبيه، فالاعصاب اللي بتمر من الهايبوثالاموس عبر البيتيوتري عن طريق اللي هو تجمع من اللي هو نيورال سالك، نهايتها بتكون موجوده في البوستيريور بيتيوتري، نهايتها موجوده في البوستيريور بيتيوتري، وهذه عن طريق هذه الاعصاب بتتم الاشاره للبيتيوتري انها تفرز الهرمونات المخزنه فيها. بالنسبه للانتيريور بيتيوتري يسمى ادينو هايبوفيسز، ادينو لانه الانتيريور بيتيوتري لوب هو المنتج للعديد من الهرمونات، فسمينا ادينو هي باللاتيني تعني جلاند، هايبوفيزز هو الاسم الاخر للبيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري في كونكشن ما بينه وما بين الهايبوثالاموس عن طريق اوعيه دمويه يسمى سبيريور هايبوفيشيال ارتري. الهرمونات التي تفرز من الانتيريور بيتيوتري هي عباره عن 6 هرمونات، تعتبر نوع من انواع البيبتيدز هرمون زي البرولاكتين، الجروث هرمون، الثايرويد ستيمولاتنج هرمون، الادينوكورتيكوتروبيك هرمون، فوليكولار ستيمولاتنج هرمون، واليوتينايزنج هرمون. والاختصارات مهمه نعرف اختصارات هذه الهرمونات. اذا الهايبوثالاموس والبيتيوتري التركيبه او الاناتومي الخاص فيها هو اللي خلاها تشكل وحده واحده تستطيع يحدث التواصل ما بينها والتحكم في العديد من الغدد المختلفه. فنجد انه في تجويف من البون تقع البيتيوتري اجلان، وهناك نوعين من اللوب، anterior pituitary وposterior. البوستيريور في تواصل ما بينه وما بين الهايبوثالاموس عن طريق شبكة من الأعصاب، بينما التواصل ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور pituitary عن طريق اللي هو أوعية دموية. الهايبوثالاموك بتفرز بعض الهرمونز اللي تستجيب إلها البيتيوتري إجلان، تحديدا الانتيريور بيتيوتري إجلان، فبتبدأ الانتيريور بيتيوتري هرمونز تفرز بناء على الإشارة اللي وصلتها من الهايبوثالاموس. إذا
الاشاره اللي هي عباره عن ريليزنج فاكتورز او ريليزنج هرمونز التي خرجت من الهايبوثالاموس تصل الى الادينو هايبوفيسز اللي هو البيتيوتري انتيريو بيتيوتري عن طريق اللي هو هايبوفيشيال بورتر سيركوليشن عن طريق الوعاء الدموي او الاوعيه الدمويه المرتبطه ما بين الهايبوثالاموس والانتيريو بيتيوتري هرمون. وايضا تصل هذه الاشاره الى خلايا متخصصه موجوده في الانتيريو بيتيوتري لوب بتحفزها انها تبدا عمليه تكوين وافراز هرموناتها المختلفه. بالنسبة للهايبوثلاميك ريليزنج هرمون عندنا مجموعة من الريليزنج هرمون تفرز من الهايبوثلاميك وتؤثر على البيتيوتري جلاند. فالكورتيكوتروبيك ريليزنج هرمون CRH بيأثر على البيتيوتري جلاند بخليها تفرز الـ ACTH، بينما الثيروتروبين ريليزنج هرمون الـ TRH بحفزها لأنها تنتج بحفز البيتيوتري جلاند الانتيريور لوب لأنها تنتج TSH وبرولاكتين. جروث هرمون ريليزنج هرمون يفرز من هايبوثالاموس ويؤثر على البيتيوتري وبحفزها تتكون الجروث هرمون. سوماتوستاتين مثبط للبيتيوتري بمنع إفراز الجروث هرمون. جونادوتروبين ريليزنج هرمون هاي الهرمونات تفرز من الهايبوثالاموس وتؤثر على البيتيوتري بتحفزها لإفراز الH والFSH. برولاكتين ريليزنج هرمون من اسمه بيحفز يفرز من الهايبوثالاموس ويحفز البيتيوتري انها تنتج البرولاكتين، بينما الدوبامين او البرولاكتين انهبيتور انهبيتنج هرمون بيثبط البيتيوتري وبيمنع افرازها للبرولاكتين. هناك مجموعة من الصفات تتصف فيها الريليزنج هرمونز التي تخرج من الهايبوثالاموس. واحد تتصف بانها تخرج على هيئة بلسز نبضات. شغلة تانية انها تؤثر على سبيسيفيك ريسبتورز موجودة على سطح الخلايا المستهدفة الموجودة في البيتيوتري جلاند الانتيريور لوب طبعا. الشغلة الثالثة انها تحفز سيجنال عن طريق سكند ماسنجر اللي حكينا عنهم سابقا. الصفة الرابعة انها بتعمل ريليزنج للهرمونات المخزنة من البيتيوتري جلاند. اذا هاي الاشارة حفزت البيتيوتري انها تفرز مخزونها من الهرمونات طبعا حسب نوع الإشارة اللي وصلت، وأيضا بحفز عملية تكوين هرمونات البيتيوتري، بالإضافة إلى إنها هرمونات الهايبوثالاميك ريليزنج هرمون بحد ذاتها تعتبر ريجوليشن، تعمل ريجوليشن للريسبتورز الخاصة اللي فيها الخاصة في هذه الهرمونز على البيتيوتري جلاند. بالنسبة للانتيريور بيتيوتري جلاند زي ما حكينا سابقا انه الانتيريور بيتيوتري بصير فيه او عملية التواصل ما بينه وما بين الهايبوثالاموس عن طريق الهايبوثالامو انتيريور بيتيوتري بورتر فيزل. سمينا هذا الاسم لانه هذا البلود فيزل هو مرتبط ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، فبالتالي اطلق عليه هذا الاسم. تفرز الانتيريور لوب ست هرمونات هي برولاكتين وجروث هرمون تي اس اتش اي سي تي اتش اف اس اتش بالاضافة الى ال اتش. الآن لو تحدثنا عن الرياكشن اللي بيحدث من الهايبوثالاموس ويصل حتى يصل المحفز إلى البيتيوتري، فحنشوف كيف بتتصرف هذه الإشارة. الآن الهايبوثالاموس عن طريق توصلها إشارة من السنترال نيرفس سيستم إلى الهايبوثالاموس بتحفزها تفرز الريليزنج هرمون. هذا الريليزنج هرمون تخرج إلى الأرتري اللي هي الأوعية الدموية الموجودة في الهايبوثالاموس، وبالتالي حتصب مباشرة في هذا الوعاء الدموي اللي حيصب مباشرة وين؟ في الأنتيريو بيتيوتري جلاند. بيحفزها هذا الهرمون إنها تبدأ تفرز اللي هو هرمونات البيتيوتري إجلاند. تخرج الهرمونات من البيتيوتري إجلاند إلى الدورة الدموية وتصل عبر الدورة الدموية بضخها القلب وتصل إلى الخلايا المستهدفة وبتم الاستجابة لهذا الهرمون. لو تحدثنا عن هرمونات الغدة الدرقية باختصار شديد، هرمونات الغدة البيتيوتري غدة النخامية، هاي الهرمونات لها الجروث هرمون، هرمون النمو يؤثر على العديد من الأورغانز والتشو الموجودة في الجسم وبحفز عملية الميتابوليزم، ويؤثر أيضا على الليفر بحفزها لإفراز السوماتوميدينز، وأيضا بفرز التي اس اتش ويؤثر على الثيرويد وبحفزها لإفراز هرموناتها اللي هو الثيروكسين اللي هو التي 4 بالإضافة إلى تراي أيودو ثيرونين اللي هو التي 3. ايضا الاي سي تي اتش يخرج من البيتيوتري ويؤثر على الادرينال كورتكس على قشره الادرينال وبيحفزها انها تفرز هرمون الكورتيزول. ايضا الاف اس اتش والال اتش هو الهرمونات اللي تؤثر على الجوناد على الغدد التناسليه عند الرجال والنساء، تؤثر على الاوفري و
التستس. اول حاجه تاثيرها انه بيزود من عمليه الديفلوبمنت للسبرم والاوفم. الشغله الثانيه بيزود من عمليه اطلاق الهرمونات اللي الهرمونات الانثويه والهرمونات الذكريه. الهرمونات الانثويه الاستروجين والبروجسترون، وعند الميل هو التستوستيرون، بالاضافه الى انها البيتيوتري بتفرز البرولاكتين، والبرولاكتين بيساعد على البريس ديفلوبمنت وانتاج الملك. الان عمليه الريجوليشن ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري تتم عن طريق الفيدباك ميكانيزم اللي حكينا عنها سابقا فعمليه انتاج الريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس تستجيب للنيجاتيف فيدباك ميكانيزم عن طريق اللي هو تركيز هرمونات البيتيوتري جلاند، وبنفس الوقت اللي هو الاستجابه لحفزات التارجت سيل. الان الهايبوثالاموس والبيتيوتري اكسس كيف بتناغموا مع بعض؟ الهايبوثالاموس بتفرز ريليزنج هرمون، ريليزنج هرمون له مستقبلات على سطح الانتيريور بيتيوتري جلاند بحفزها تفرز هرمون معين. هذا الهرمون بيخرج الى الدوره الدمويه وبيحفز غده اخرى على انها تفرز هرمون اخر، وهذا الهرمون يصل الى التارجت سيل وبتبدا الان التارجت سيل تستجيب الى هذا الهرمون. الان عمليه الاستجابه للهرمون رقم 3 اللي هو خرج من الجلاند اللي استهدفتها هرمونات الانتيريور بيتيوتري جلاند، هي بحد ذاتها بتشكل نيجاتيف سيجنال او نيجاتيف فيدباك على مستوى هرمونات البيتيوتري جلاند، وايضا على مستوى هرمونات الهايبوثالاموس. وايضا هرمون الميفرز من الانتيريور بيتيوتري جلاند هو يعتبر ايضا نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالاموس كتركيز يؤثر على مستوى الهايبوثالاموس، بمعنى انه وصل التركيز المطلوب منه ونشاط المطلوب منه بحد ذاته هاي الاشاره هي تعتبر نيجاتيف سيجنال للهايبوثالاموس، وبتبدا تضبط عمليه انتاج الريليزنج هرمون وتتوقف هذه العمليه بشكل كامل. الان بدنا نشوف كيف عمليه التحكم بانتاج هرمونات الغده الدرقيه. فتحت تاثير الكولد او الستريس او الفاستنج تبدا هناك اشاره عصبيه تصل الى الهايبوثالاموس بتحفزها لتفرز ثايرويد ريليزنج هرمون الذي يؤثر على الانتيريور بيتيوتري جلاند بافراز التي اس اتش او الثايرويد ستيمولاتنج هرمون، يؤثر على الثايرويد جلاند بحفزها تنتج هرموناتها تي 4 والتي 3. تخرج هذه الهرمونات الى الدوره الدمويه وبتبدا تستجيب لها كل الخلايا الجسم بتحفز عمليه الجروث والديفلوبمنت والميتابوليك ريت. الان النشاط هذه الخلايا يعتبر بحد ذاته نيجاتيف سيجنال على البيتيوتري جلاند، وايضا التي اس اتش متى ما وصل مستوى للمستوى المطلوب منه هو يعتبر نيجاتيف سيجنال على الهايبوثالاموس، وبالتالي يتوقف الريليزنج هرمون الثايرويد ريليزنج هرمون يتوقف. ميكانيزم أخرى حنتحدث عنها اللي هو عندما يحدث هناك دمج أو تدمير لأحد الغدد الكظرية الموجودة. يعني طبعا احنا موجود عندنا غدتين موجودة على الكلية اليمنى والكلية اليسرى، لو حدث تدمير في أحدهما معناته عندي نقص في عملية إفراز هرمونات الأدرينال إجلاند، تمام؟ الهرمون المعني هنا هو الكورتيزول. فنجد أنه لما يحدث تدمير لأحد هذه الغدد بيبدأ معدل الكورتيزول يقل، هذا بحد ذاته يؤدي إلى انخفاض معدل الكورتيزول الموجود في البلازما، وهذا يؤدي إلى زيادة حساسية الأنتيريور بيتيوتري جلاند للكورتيكو ريليزنج هرمون الذي يفرز من الهايبوثالاموس، وبنفس الوقت الهايبوثالاموس بتبدأ عملية زيادة إفراز الكورتيكو ريليزنج هرمون. زي ما حكينا سابقا إنه هايبوثالاموس بتعمل ريجوليشن لمستقبلات هرموناتها، وهذا اللي حكينا عنه انه طالما صار في سنسيتيفيتي للانتيرو بيتيوتري جلاند لا الكورتيكو ريليزنج هرمون معناته زودت من الريسبتورز الموجوده على سطحها. هذا كله يؤدي الى زياده انتاج الادينوكورتيكوتروبيك هرمون الاس تي اتش من البيتيوتري الجلاند تحديدا من الانتيرو لوب، فبالتالي بحفز انتاج الادرينال كورتكس، طبعا من الادرينال بخليها تفرز الادرينال كورتكس بحفزها انها تفرز الكورتيزول، يخرج الكورتيزول الى مجرى الدم وبالتالي بيرجع معدل الكورتيزول الى المستوى الطبيعي. مجرد ما يصل للمستوى الطبيعي هو تركيزه بحد ذاته تعتبر نيجاتيف سيجنال على مستوى البيتيوتري، فتتوقف انتاج الاي سي تي اتش، وايضا يعتبر كمان سيجنال للي هو الكورتيكو ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس.
ايضا بالنسبه لعمليه التحكم في انتاج الجروث هرمون، حكينا انه عشان يحدث زياده في انتاج الجروث هرمون او الاشاره اللي تصل هايبوثالاموس اشاره عصبيه من السنتر نيرفوس سيستم عن طريق ستيمولاس هي اكسرسايز او ستريس فاستنج او انخفاض معدل الجلوكوز او حتى السليب. هذا يؤدي الى انه تبدا الهايبوثالاموس تفرز الجروث هرمون ريليزنج هرمون، وهذا الهرمون بحفز البيتيوتري تفرز الجروث هرمون. الجروث هرمون يؤثر على الليفر بخليها تفرز السوماتوميدين، وبالتالي السوماتوميدين بحفز عملية بناء البروتينات والنمو بشكل عام. والجروث هرمون أيضا بيستهدف اللي هو الكربوهيدرات ميتابوليزم والليبيد ميتابوليزم بانه بيشتغل معاكس تماما للانسولين، بالاضافه لانه ايضا يحفز عمليات الميتابوليزم وبناء البروتينات والجروث، وبالتالي تستجيب التارجت تيشو لهذه العمليات. الان بمجرد ما يصل الجروث هرمون الى المستوى المطلوب منه، بعد هيك بتعتبر تركيز الجروث هرمون نيجاتيف سيجنال على مستوى الهايبوثالاموس، وايضا نيجاتيف سيجنال بخلي الهايبوثالاموس انها تفرز السوماتوستاتين، بيعمل وقف لانتاج الجروث هرمون من الانتيريور لوب. ايضا تركيز السوماتوميدين الذي يفرز من الليفر يعتبر نيجاتيف سيجنال على مستوى الهايبوثالاموس، وبالتالي يتوقف انتاج الجروث هرمون. يعطيكم العافيه.